السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم وداد بالعينين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. النهاردة نتكلم على السونولايت فالف. قبل ما ابتدي اقول السونولايت فالف، انا بقدم التحية للباش مهندس ارشنال، الاسم المشهور داخل فيسبوك ولو اسم تاني، لكن هو اسم المشهور داخل فيسبوك الباش مهندس ارشنال، له كل التقدير والتحية لان هو كان من مؤسسين او من مصممين في الجهاز ده، وهو اللي مدنا بالمعلومات الخاصة بالجهاز ده. طبعا مش احنا اللي مدين بعضنا بالمعلومات، هو اللي مدنا بالمعلومات ديت، وانا في حاجات دقيقة جدا في التصميم بتاع الجهاز نفسه لا يعلمها الكثير من الفنيين، ولكن نقول الحمد لله اللي حان الوقت اللي هي تطلع الفنيين. هي كانت منشورة كتابة، ولكن حان الوقت اللي هي تتنشر فيديو ويكون اعم باذن الله سبحانه وتعالى. السونولايت فالف الموجود قدامنا ده في الجهاز الاتش دي الخاص اللي بيبقى جاي مستورد ده، ايه فايدته؟ بيعمل ايه؟ عمايله ايه؟ الفنيين متوقعة اللي ده لما الكباس بيفصل بيجي بعد مدة بيفضل الكباس شغال ويعجز حاجة اسمها عكس دورة، اللي هو يخلي المواسير بتاع المبخر اللي جوه ساخن، وعشان خاطر ايه؟ يسيح التلج ويسيح الحاجات ديت. وده المعتقد الموجود في دماغ الفنيين كلها. هشغل الفيديو بس عشان نشوف بس حاجة بس داخل الفيديو، وبعدين نتكلم مع بعض. ده السونولايت فالف قدامنا اهو. ده ايه شغلته؟ ايه لازمته؟ بيعمل ايه؟ هنتكلم عنه حالا في كل ما يخص السونولايت فالف ده، عشان خاطر المعتقد اللي عند الفنيين يطلع من دماغهم، لان مفيش حاجة اسمها عكس دورة في الفريزر اتش دي. معمول السونولايت فالف ده عشان خاطر يشيل الضغوط من على راس البستم الخاصة بالكباس. ده اول شيء يا جماعة، الضغط اللي على راس البستم الخاصة بالكباس اتشالت. تاني شيء، حصل تعادل ضغوط في اقل من ثواني. يعني اول ما الترمستات بتاع الديب فريزر بيفصل، بيحصل عندي تعادل ضغوط في ثواني. لما يحصل تعادل ضغوط في ثواني، اذا كان عندي جزء من الفريون ساخن جدا، والجزء الاخر من الفريون بارد، اختلطوا مع بعض، فاذا حصل عملية تسيح. ده الحاجة الاساسية له. وبعدين شل الحمل من على راس البستم. اذا لما الترمستات هيفصل، هيعطي امر للتشغيل اللي هو هيشغل السونولايت فالف فيفتح الدايرة، عاملة بالظبط يا جماعة زي السخان. السخان في التلاجة الكريازي او اي تلاجة شغالة بترمستات على طرف، في سخان اول كباس ما يفصل هيعطي امر للسخان يشتغل. اعتبرها نفس الفكرة ديت، بوصلها لكم بنفس الفكرة ديت عشان تبقى انت عارف انا عاوز اوصلك ليه، او اوصلك بفكرة بسيطة تبقى انت قادر انت تستوعب الخطة ماشية ازاي. اولا السونولايت فالف اللي قدامنا ده، لما الفريزر هيفصل هيعطي امر للسونولايت اللي هو يفتح، فيفتح الهاي على اللو، الهاي ساخن واللو بارد، هيعمل عملية اسمها تزويب للتلج. في نفس الوقت لما تكون درجات التبريد ناقص صفر، ناقص 40 وناقص 45 وناقص 35، بيحصل عندي هروب للزيت، هيحصل عندي عملية تجميد للزيت، تجميد جامد جدا للزيت. فاما يفتح الهاي على اللو هيسيح وهيذوب الزيت. ده عامل زي يا جماعة موضوع الجلطة بالظبط. الجلطة دي بتجي داخل الشرايين والدم يتجليط، فيفضل يمشي بعد كده بضعف، يبدأ هو يأثر على الكباس. فالموضوع بتاع السونولايت فالف ده اللي هو لازم ولا بد يكون موجود عشان خاطر يعادل الضغوط ويعادل يشيل الحمل من عاصي البستم، وبعدين يشيل الزيت اللي في الكابرولي يخليه يمشي ويكون سلس وما يحصلش حاجة. في نفس الوقت بيكون متركب اصلا سخان وات بتاعه ضعيف او عالي، او حسب ما هو مركبينه بيكون راكب داخل بيلامس مواسير المبخر من جوه، وخصوصا الجزء الخاص بالكابرولي. ده انا حبيت ان انا اتكلم عن سولايت فالف. وطبعا الشكر والتقدير كله للباش مهندس ارشنال، لان هو صاحب العلم
واحنا ما الا بننقل منه. عشان الفنيين اللي بتتكلم على صناعه فالف وتقول مثلا اي اسم انت عاوز سميه، المهم تكون فاهم الفكره بتاعته ازاي. السخانات دي في منها بيكون سخانات كهربائيه، وفي بيكون سخانات داخله من الشبكه نفسها، بتكون محيطه في مكان معين مصممينه بسخونيه معينه بحيث يحصل عمليه تليد، ما يحصلش عمليه تليد للزيت داخل الكبران. هل لو سرايه بلب ده بايظ وعاوزين نلغيه ومش لاقيينه، هل يتلغى؟ ده هيكون له فيديوهات تانية باذن الله عشان نتكلم عنه بصوره اعم واشمل. وبس انا حبيت انا اوضح فكره سرايه بلب. هنسمع الفيديو مع بعضنا ونتكلم مع بعض عشان خاطر يكون عندنا فكرة تانية احسن ويعني يكون مستوعبنا اكتر. طبعا انا بشرح الخطة بتاعتها، وكان بعض الاخوة اتكلموا قالك لو المروحة الخاصة بالموتور التبريد تكون بلاستيك احسن. قلت لهم موجود في الفضاءات الاتش دي، موجود كتير منها. انت هتشوف الصورة العامة بتاع الفريزر، حبيت ان انا اصوره عشان لما اجي انزل عنه الفيديو واتكلم يكون الفنيين اللي ما شفتوش يكون عندها حاجات اللي هي تنهض تستوعب ازيد. ده الدايره بتاعته. فكره بس السخانات الموجوده حوالين الكابرالي، طول ما الكهرباء شغاله هي شغاله يا جماعه متوصله، الكهرباء قطعت على الكباس خلاص هي بتفصل، فيبدا الصنايه فالف هنا يدخل الفريون الساخن مع البارد، فيبدا يسيح كتله الثلج الموجوده على الكابرالي، يبدا يسيح الزيوت، يبدا يساهم في تجديد البخار الخاص بالفريزر بعد كده واحده واحده. احنا اتكلمنا ان درجات الحراره بتوصل لسالب 40 تحت، فيكون صعب للزيت يكون ده. انا بقول لكم الفريزر مواصفاته الاي اتش تي اللي مشروع عندنا اصلا اتش تي اساسا. ده الفريزر فتحته من الداخل عشان يكون عندي شيء شامل اللي انا اتكلم عنه. مثلا انا يهمني في الموضوع كله السولايد فالف اللي انا اتكلم عنه بصوره اعم واشمل، ويكون الفنيين اللي ما شافتش الحاجه تعرف تشوفها. انا من مميزات اللي انا بحب اصور كل جزء داخل الثلاجه واتكلم عنه زي ما انا عاوز يكون عندي في الارشيف موجود. نرجع تاني لموضوع صناعه فالف، الفيديو انزله لكم في اماكن تانية باذن الله عشان خاطر ما نضيعش وقت الفنيين اللي هم عندهم الباقه. اذا عرفنا فكره عمل صناعه فالف، صناعه فالف اللي هو هياخد من راس البستم، هيشيل الحمل من راس البستم الخاص بالكباس. اذا انا ريحت الكباس. تاني شيء هيفتح الهاي على اللو، فشلي تعادل الضغوط خلى الجهاز يتعادل الضغوط بتاعته في اقل من ثواني، لان بقى عندي مفتوحين على بعض، ما عادش عندي حاجه اسمها ضغوط او مستني في حاجه اسمها تعادل الضغوط، بحيث لو الجهاز جه يقوم باسرع وقت ممكن ما يحصلش عندي في ضرب او سيكله في الجهاز ويحصل عندي في بعض مشاكل بعد كده في الكباس. تاني شيء سولايد فالف قلنا اللي هو بيعمل عمليه تذويب لبقايا الثلج الموجوده، بيعادل الضغوط لما يحصل عندي عمليه تذويب لبقايا التلج، خصوصا المكان اللي مصمم فيه الكابرالي عشان خاطر الزيت ما يجليطش فيه ويحصل عمليه سدد ويحرق الكباس. اتمنى ان انا اكون وصلت معظم المعلومات الخاصه بصناعه فالف دلوقتي، هيبقى لسه فيها كلام تاني، ولكن كل التحيه وكل التقدير للباشمهندس ارشنال، هو صاحب الفكره ديت يا جماعه، واحنا ما الا نقلنها منه. باشمهندس ارشنال اتعلمنا منه كتير من الامانه العلميه. اما يكون عندي مهندس بيدي لي معلومه موثقه انا لازم اشكره هو واقدم اسمه في اول حاجه، لان العلم
هو علمه اللي ربنا علمه له وهو اعطاه لنا، فلازم الشكر له والشكر لله سبحانه وتعالى. ونتمنى لي ولكم التوفيق. كان معاكم ولد ابو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.